السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هذا اليوم جبنا لكم ال سي ا فارما بلس كريم ريباراتريس بالنسبة لهذا الكريم هذا كيليق للبشرة اللي تكون آه معرضة للشمس وكذلك آه للبشرة المتهيجة او المتفاعلة هذا آه الكريم هذا او لا هذا الكريم ديال لي ريباراتريس آه كريم بور لي روجور آه يعني كيقيدو بزاف آه اطباء ديال البشره كينصحو به آه سورتو الناس اللي كتعرض للشمس بزاف يعني البشره ديالهم كتحرق وتتكون تتكون يعني شوم ديك آه تتكون ديك يعني الحكه المتعيجه واحمرار ديال البشره آه هاد الكريم ريباراتريس يعني آه فيه 120 اميل آه كيهدل لينا البشره ديالنا تقريبا في 30 ثانيه آه كيقوم كي بالدي ديالها آه كذلك هذا الكريم آه ديال لي دي ريباتريس ديال ال سي افارما فارما اللي صراحه واحد الكريم اللي واحد لاغام اللي هي مزيانه آه عنده واحد آه ليفي ولا واحد الفعاليه اللي زوينه بزاف وكذلك آه بالنسبه لهذا الكريم آه ديال ال سي افارما فارما آه كيعطينا واحد الترطيب اللي هو زوين بزاف آه للبشره مثلا جافة مزيانة ليها وكذلك اعطينا واحد ليكلا اللي هو مزيان وفي نفس الوقت الكريم ديال ال سي اف فارما لا كريم ريباراتريس ما في لا بو ديالنا دغيا يعني كتاكسبتيه ولا دغيا يعني كت يعني كتأ يعني هاد البشره عادي اللي عندنا فيها مشكل كما كتشوفوا لي ريغو لي ريتراسيون سيرفيسييل وكذلك اه حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال الحبوب في البشره ديالهم واخا يعني البشره ديالهم تكون دونيه فيهم داك الحبوب يعني الصغير اللي تيكون احمر ف مزيان ليهم هذا الكريم ريباراتريس كيقوم يقوم البشره كما كتشوفوا دواعي الاستعمال ديالو كريم مرطب للبشره يستخدم بعد التعرض للشمس لترطيب وتلطيف البشره تيقول هنا طريقه الاستعمال يوضع على الاماكن المتضرره من الشمس ويدلك جيدا يعني الكريم ديالنا مزيان حتى يعني ما يعني في لا وتحذير تجنب ملامسه العينين يعني انت نديرو في واحد الغرفة ولا في واحد درجة حرارة الغرفة اللي تتكون آآ مزيانة آآ كذلك هنا يعني هذه هي Indications تكون فيه هما هادو باللغة العربية والفرنسية كذلك في هاد لي زانغريديون ولا لي كومبوزون اللي تيكونوا فيه هما هادو هاد <applause> لي كومبوزون ولا لي زانغري هما اللي كيعالجوا لينا دوك المشاكل ديال تعيج البشره سيرتو البشره ديالنا اللي كانت حمراء متفاعله متهيجه يعني سيرتو فيها يعني دوك الضربات ديال الشمس هادو هما لي زانغريديون اللي تيكونوا فيه ومزيانين فيها البارافين يعني ديك البارافين اللي كترطب لينا البشره ديالنا فيها هاد المواد كلهم كيساعدو على التخلص من حكة البشرة و البشرة وإنفعالها كما كتشوفو بالنسبة للقام أو المنتجات ديال إل سي أ فارما بلوس يعني لابو كيديرو بزاف ديال المنتجات اللي هما طبيين مزيانين كيقيدوهم بزاف الأخصائي ديال البشرة والجلد والشعر كان بيهم يوم صراحة كي يخدو الناس آه. هذا ما كان وبالنسبة لي يعني آه. آه. النتيجة تتكون يعني فعالة وزوينة وبالنسبة لهذا هذا ما فيش يعني بارابين ما في ما فيش آه. لالكو العطور يعني, آه. يعني غادي تستعمل الكريم ديالك آه. بشكل يعني آه. بشكل يومي وكذلك آه. بواحد آه. يعني بواحد تعطينا يعني نتيجه مزيانه بواحد الارياحية صراحه ما فيهش شي ضرار وما الى ذلك هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا اللي عنده اي اضافه اكتب لي في الكومونتير اسفل الفيديو باش ديما يوصلكم الجديد